المظهر الخارجي لجهاز الالترا ساوند ممكن نلاقي عندنا اشكال كثيره الحقيقه، ودي ميزه كبيره لجهاز الالترا ساوند. ممكن يبقى في عندنا موبايل، موبايل معناه ان هو بيتحرك، يعني بيبقى له هنا كاسترز كده بيقدر ان هو يتحرك عليه، عجل مثلا كبير بحيث ان هو يقدر يتحرك عليها واقدر اخدها من مكان لمكان داخل المستشفى، بس ما ينفعش مثلا اخدها معايا في السياره مثلا. بيبقى الحاجات اللي ممكن اخدها معايا في السياره ممكن يبقى جهاز كده بسميه بورتابل، وفي اجهزه ابتدت تبقى موجوده مثلا من حوالي 15 سنه كده، هي الهاند هيلد يونت بالشكل ده كده. طبعا هي البورتابل يونت طبعا ممكن تبقى الشاشه بتاعتها اكبر شويه، هنا بتبقى الشاشه بتاعتها صغيره، بس دي الحقيقه بتبقى يعني ممكن تبقى مفيده جدا مثلا في عربيات الاسعاف مثلا، ممكن تبقى يعني الطبيب مثلا ممكن يبقى معاه واحد زي كده في شنطته، فالحقيقه مفيد جدا. البورتابل بيبقى لحد ما بيبقى هيفير، بيبقى الحقيقه مش برضو الحركه بيه مش بنفس البساطه بتاعت الهاند هيلد، بس زي ما احنا شايفين كده يعني ممكن التكنولوجيا نفسها ممكن تبقى باشكال كتيره مختلفه تناسب الكلينيكال ابلكيشن المطلوب في استعمال الالتراساوند. بالنسبه للترانسديوسر الحقيقه بيبقى في عندنا اشكال كتيره جدا زي ما احنا شايفين كده، احنا اتكلمنا ان في عندنا طبعا الفيز اراي، في عندنا لينير اراي، في عندنا كونفكس اراي، في عندنا اشكال بقى كتيره من الكونفكس اراي بانجلز مختلفه. ممكن يبقى في عندنا 4 دي اراي اللي هو بيبقى عباره عن واحد من الاريز اللي زي كده وفيه موتور زي ما اتكلمنا عليه. بيبقى في عندنا انواع كده ممكن تبقى بنسميها اندو كافيتي، اندو كافيتي دي بحيث ان هو بيبقى في عنده الكريستالز هنا ويقدر يدخل بيها في بعض الكيفيتيز الموجوده عندنا في الجسم عشان يقدر يصور بعض الحاجات اللي ممكن تبقى صعبه ان احنا نصورها من خارج الجسم. فالحقيقه في عندنا انواع كتيره مختلفه، والحقيقه ترانسديوسر ده من اهم الحاجات اللي احنا يعني بنشوفها في الجهاز، والحقيقه لازم ناخد بالنا منه كويس قوي ان هو لو وقع ممكن حاجه يتكسر، يعني الكريستالز ممكن تتكسر. بيبقى في عندنا السيرفيس بتاع الترانسديوسر ده بيبقى فيه حاجه عامله زي الكاوتش كده، حاجه زي رابر، بس دي مش رابر، دي اللينس، دي العدسه بتاعت التصوير بتاع المجرات فوق الصوتيه. فلو احنا مجرد ان احنا قطعنا الكاوتش دوت او الرابر دوت الحقيقه ده بقت مشكله كبيره بالنسبه للترانسديوسر ده، مش هيشتغل كويس اولا، واصلاحه الحقيقه صعب جدا. طبعا لو اتكسر، لو وقع واتكسر الكريستالز برضو بيبقى مشكله كبيره. الاجهزه دي كلها طبعا بيتم تعقيمها باستعمال مواد كيميائيه معينه، بيبقى طبعا المانيفاكتشرر او مصنع الترانسديوسر بيقول احنا يعني الترانسديوسر بتاعنا ده ينفع ان احنا نطهره بالنوع الماده الفلانيه، المطهر الفلاني. ما ينفعش ان احنا نعمل له ستيريلايزيشن، لو حطيناه في درجه حراره عاليه البيزو الكتريستي الموجود عندنا في الكريستالز هتنتهي، وبالتالي هيطلع فعلا ستيريلايزد، بس الحقيقه يطلع يعني ما هواش الترا ساوند ترانسديوسر، يطلع حاجه ثانيه. اوكي؟ فما ينفعش ان احنا نعمل له ستيريلايزيشن، ما ينفعش نعرضه لدرجه حراره عاليه، ما ينفعش ان هو يبقى دروبت، ما ينفعش ان هو يتكسر. يعني واحده من الحاجات اللي هي برضو الناس كانت بتشتكي منها في موضوع الترانسديوسرز ان يعني كل ما كان الترانسديوسر تقيل يعني في الوزن يعني، وكل ما كان الكيبل بتاعه طويل وتقيل برضو، يعني كان بيعمل مشاكل للسونوجرافرز، لدرجه ان في امريكا في عندنا بعض او في في امريكا بعض الناس اللي بيشتغلوا في مجال الموجات فوق الصوتيه بيحتاج ان هو ريتاير علشان تعب من استعمال الترانسديوسر، بيجي له حاجه اسمها كاربال تانل سيندروم في الـ في الـ في الـ في الهاند في الـ في الـ في اليد، بيخلي عنده صعوبه ان هو يعني يشتغل بايده، يعني من كتر ما هو بيبقى ماسك الترانسديوسر، الترانسديوسر تقيل وممكن البول بتاع الكيبل نفسه عشان بيبقى برضه له وزن ممكن يبقى فيه مشكله. فالحقيقه لو احنا بنختار جهاز علشان نشتريه يفضل ان احنا نراعي موضوع ان البروب يكون يعني وزنا، ويعني بالنسبه له هو نفسه وزنه، وبالنسبه لطول الكيبل بتاعه يبقى اخف ما يمكن. في دلوقتي حاليا بقى في نوع من انواع الترانسديوسر بيبقى وايرلس، بس ده الحقيقه مش موجود، مش منتشر كتير الحقيقه، ويعني يعتبر برضه في بعض الليميتيشنز موجود في حاجات اللي هي تعتبر يعني حاجات ما هياش يعني مش الهاي اند مثلا، يبقى هي موجوده بس يعني لسه الحقيقه ما وصلتش انها تبقى بالكواليتي العاليه زي الترانسديوسرز لا وايرز.